أبحاث ودراسات عديدة على مر العصور جاءت لفهم الشخصية البشرية، فتلك الشخصية جاءت من صفات جسمية وعقلية ووجدانية، وأيضا تكونت نتيجة صفات وراثية وأخرى أيضا مكتسبة. وبسبب تلك الشخصيات المعقدة واختلافها أصبح بعضها يواجه صعوبة في التواصل نظرا لتباعدها عن بعض وتنافرها أحيانا. اليوم سنتعرف على أنواع الشخصيات وصفات كل منها، كما سنحاول الوصول لطريقة في التواصل فيما بينهم لو الحد الأدنى. معنا مدرب المهارات الحياتية أحمد الأسد ليساعدنا على العيش بطريقة أسهل وأسعد وأكثر سلاسة. صباح الخير أستاذي، أهلا وسهلا فيك. يا صباح النور، يعني أنت بديتي مقدمة صعبة جدا، أساعدكم على العيش بطريقة أسهل وأحسن. حسيت أني عم بحكي هيك شوية أحلام وردية. إلى حد يعني ما ده جهد وشوية تعب، يعني الموضوع مش زي ما بحكي دائما بالموضوع الشخصيات وعلم النفس، مش بيوم وليل التغيير. طيب خلينا نبلش، هل التغيير بده يكون من الشخص نفسه أم من المحيط اللي بيتعامل معه؟ رح يفرض عليه نوع معين ورح يحطه بخانة معينة؟ والله شوف، احنا دائما نحكي موضوع طبعا المحيط مؤثر بشكل كبير، ولكن المسؤولية الرئيسية على الشخص نفسه. أنا دائما بحب أقارن الموضوع، تخيل أنت بتلعبي مع ناس مع شدة، الكروت اللي وصلتك مش أنت اللي قررتي عليها، بس كيف تستخدميها وتتحكمي فيها وتلعبي اللعبة هي بتصفي عندك مسؤوليتك. يعني بدها شوي إذن فهم للذات أستاذ أحمد، يعني هون في عنا مشكلة كمان. الإنسان فهم ذاته يقدر يقرأ كروته الموجودة قدامه، لأنه في ناس كتير عندها كروت كتير مش قادرة تستخدمها بالشكل المناسب فتخسر اللعبة. لكن التواصل مع الآخر، خلينا نحكي، بده نوع من خلق قنوات للتواصل. فمن أين يبدأ الشخص مع نفسه؟ واضح أنه في مشكلة منذ التنشئة بفهم الذات أحيانا. طبعا يعني 100% يمكن من بعدة خلينا نحكي مجالات في علم النفس والتدريب، دائما نقول سواء كان الذكاء العاطفي سواء كان المهارات التواصل، دائما نحكي أول خطوة البدء اللي هي وعي بالذات، ومن وعي الذات اللي هي فهم الشخصية، فهم نوع شخصيتك، فهم إيش تفاصيل نوع شخصيتك نفسها وكيف ممكن تكسب الناس باستخدام هاي الشخصية. نعم أستاذ أحمد، في البداية تحدثنا أنه ممكن يكون هناك نمط وأنواع للشخصيات البشرية. أنا بدي أسأل سؤال من فرعين عشان أعطيك المجال لتشرح لي أكثر. أولاً، ما هي هاي الأنواع للشخصيات؟ ثانياً، أليس من الظلم أحياناً أن نضع الشخصيات البشرية وصفاتها ضمن إطار معين ومحدود؟ 100% 100%، يعني أنت اللي عملتي لي إياها فعلاً، جمعتي لي إياها بجزئين. هلأ في عدة أنواع أو نظريات للشخصيات، نظريات معقدة ومفصلة أكثر، ونظريات بسيطة ممكن الجميع يفهمها خلال خلينا نحكي مقابلة زي المقابلة هاي. النظريات بسيطة، نظرية من النظريات اللي بنستخدمها في المجال فهم الشخصيات اسمها نظرية ديسك لأنماط الشخصيات أو الأنماط السلوكية. قبل ما ندخل بتفاصيلها بدي أجاوبك على الجزء الثاني من سؤالك. نظريات الشخصيات هي زي كل شيء بالعالم، سيف ذو حدين. أنا ممكن أستخدمها عشان أصير أستوعب أنا ليش بتصرف بالطريقة هاي. زي ما حكينا، هي نظرية ديسكي، نظرية لفهم أنماط السلوك. فلما مثلا إسراء أنت تيجي وتقولي قبل المقابلة أنه مثلا أحمد لو سمحت ابعث لي كل التفاصيل، وشخص ثاني أو مذيعة ثانية تقول لي أحمد ولا يهمك خلاص إحنا بنبلش على طول، طب ما هات سلوكين مختلفين. نظريات الشخصيات بتساعدني أفهم إنه إسراء لما تحكي معي بهالطريقة على الأغلب راح أتوقع أنها كمان تحكي لي 1 2 3، فبيصير عندي قدرتي على خلينا نحكي بناء علاقة إيجابية معي أفضل. الجانب السلبي اللي تفضلت فيه موضوع نضع الناس في صناديق. طبعا بعض الأشخاص بيستخدموها بالطريقة السلبية، إنه نضع الناس في الصناديق هو خاطئ. أنا بعتبر إنه هي مش وضع الناس في الصناديق، هي إحنا بنحط ليبل على السلوك اللي الواحد بيسويه، فلما تسوي هاي السلوك بصير أفهم أكثر. فهي زي ما قلت لك سيف ذو حدين، هدفنا نضع الناس في صناديق، ولكن هدفنا فهم السلوك بشكل أفضل عشان نقدر نتعامل معه. جميل جدا.
إذا عندما نتحدث عن الليبل بده يكون للسلوك وليس للشخص، هذا مهم جدا. 100% الفكرة. طيب خلينا نحكي أنواع هاي الشخصيات ومدى المرونة فيها أيضا. جميل. هلا عندنا أنواع الشخصيات حسب نظرية ديسك، عندنا أربع أنواع شخصية رئيسية. هي نظرية ديسك بال 1928 عالم نفس اسمه ويليام مارستن بلشها، وقال لك أنا بدي أقسم الناس الطبيعيين، يعني ما بدي أركز على الناس يعني وقتها بفترتها كانت كثير عندهم حب على موضوع الأمراض النفسية، قال لك لا أنا بدي أركز على الناس الطبيعيين، وكتب كتاب من حوالي 500 صفحة اسمها The Emotions of Normal People، مشاعر الناس الطبيعيين. قسم الناس لحرف الدي والآي والأس والسي. الدي هو الحازم الديسايسيف، الاي هو الانتراكتيف، الاس هو الستابلايزنج المستقر، والسي هو الحذر. بس طبعا احنا خلال التدريبات لاحظنا انه الناس بينسوا الشخصيات الاربعه بهاي الاحرف، فضفنا لاجل الفهم اكثر لكل حرف كائن حي. فالدي سميناها شخصيه حزم الاسد، فشخصيه الاسد. الاي سميناها تفاعل الببغاء، والاس سميناها استقرار الدولفين، والسي سميناها حذر النحله. فصار عندنا اربع شخصيات: اسد، ببغاء، دولفين، ونحله. طيب انا حابه، عندي فضول نعرف كل شخصيه، او نعطي مثال، وراح اعطي نفسي كمثال لهذا الموضوع. ولكن بدايه يعني قبل ما نحكي عن هذا الموضوع احمد، فكره يعني الصفة السائدة والمتنحية بالشخصية، يعني هل الشخصية الحذرة هي بطبيعتها حذرة دائما؟ هل الشخصية الجريئة هي جريئة دائما؟ متى تصبح هاي الشخصية أو هاي الصفات سائدة ويجب تغييرها إذا كانت سلبية أحيانا؟ جميل. طيب أول شيء، في عدة مدارس في علم النفس. أنا بدي أعطيك المدرسة اللي أنا يعني درستها وأؤمن فيها وحابها، اللي هي المدرسة اللي بتقول لك إنه كل إنسان يولد وعنده استعدادات لتصرف معين. فمثلا انا عندي مثلا اولاد من اول سنه سنتين، واللي عنده اولاد راح يلاحظ هاي الشغله، من اول سنه سنتين بتلاحظ انه عنده استعدادات لشيء معين. فمثلا ابني اول من ولد، بلاحظت انه من اول سنتين ثلاثه عنده استعداد لموضوع الدقه والتفاصيل، دائما بيمسك مثلا الصور ويطلع على تفاصيلها، بيحب كثير التفاصيل، هذا بنسميه الاستعداد. مثلا ابن شخص ثاني ممكن يكون من اولها عنده استعداد للمخاطرات الغريبه العجيبه، فهو لحاله بيطلع فوق السحسيلة ويصير ينط من سحسيلة كبيرة. هاي بنسميها الاستعدادات. فأنا مع مدرسة أنه الشخصيات اللي بنحكي عليها الأربعة هاي، الناس من أول ما ينولدوا بتبلش تنبني عنهم. أحد الدراسات عملت بسموها دراسة طولية بنيوزيلندا على 1000 طفل لما كان عمرهم 3 سنوات، ضلهم يدرسوهم لحد ما صار عمرهم 26 سنة، اللي لاحظوا أنه الشخصية تبعت نفس الطفل هذا تغييرات طفيفة جدا مقارنة بين عمر 3 سنوات ل 26 سنة. فأنا شخصيا مع أنه أو مع مدرسة اللي بتحكي أنه الشخصيات أول من تولد وهي في عندنا استعداد لنمط شخصية معين، وتكون استعداد جيني إلى حد ما، صحيح؟ بشكل عام استعداد جيني طبعا، والبيئة بتحفز خلينا نحكي ظهور هاي الشخصية. فلما حدا يقول لك والله انا شخصيتي تغيرت وانا بالجامعه، في رايي الشخصي، وطبعا لما اقول لك رايي الشخصي اللي هي اللي الجزء المدرسه اللي انا درست فيها في مجال علم النفس، انه ما بتكون شخصيتك تغيرت، انت بتكوني انعطالك الفرصه بالجامعه او انعطت لك الفرصه بالجامعه تظهر شخصيتك الحقيقيه. فانا مثلا افرض انا عندي تفاعل ببغاء من وانا صغير، بس ابوي او امي كانوا يرفضوا هاي الشخصيه وبيبهدلوني لما امزح وانكت واحكي واتفاعل مع الناس، ظلت الموضوع يعني خلينا نحكي مغطى، كانها اعتبري غبره حوالين الشخصيه الاساسيه. بالجامعه اعطاني فرصه اعبر، اعطاني فرصه اطلع احكي محاضرات، اوف والله انا ما كنتش عارف انه عندي هاي الشخصيه. برايي هاي فقط شلنا الغبره عن الشخصيه الاصليه. نعم، يعني هون احنا بنتفق على فكره انه فعلا كل شخصيه بتظهر ملامحها منذ الطفوله. على فكره يعني هذا الموضوع جدا جميل احمد، خاصه اذا الانسان يعني استطاع ان يفهم تماما. هل ممكن نوصل لمرحله انه يستطيع الانسان فهم ذاته
بحيث يعني ممكن انه مثلا مهن معينه تتجه فيها الشخصيات مثلا اللي عندها نوع من الحذر، في مثلا اشياء معينه تحتاج او تتطلب جرأه او قياديه، ممكن الشخصيات اللي الاسديه مثلا هي اللي تروح عليها. هل ممكن نوصل لمرحله من فهم الشخصيات بهي الطريقه؟ جميل. حبيت ان انت مش شخصيه اسديه، يعني هي بلشت تستخدمي بلشت افوت بالجو. هلا شوفي، انا أؤمن قناعة تامة أن كل إنسان ميسر لما خلق له. إحنا عبارة عن البشر عبارة عن قطع بازل مختلفة، اختلافنا هو الجمال اللي عندنا. أفضل شيء نسويه أنه أفهم شخصيتي، أفهم نمط سلوكي، أفهم إيش طبع شخصيتي من الشخصيات سواء ديسك أو غيره، وأبلش أبحث عن وظيفة تتناسب مع شخصيتي. اللي بيصير هو التالي، تخيل انت مطلوب منك، انت اعطيك خلينا نعطيها مثال، يعني خلينا نحكي تخيل مطلوب منك انت شخصيه استعداد عندك الببغاء المتفاعل، وطلب منك تشتغلي في مجال الاذاعه. ممكن بس الببغاء المتفاعل احمد، لانه لسه الناس كثير مش فاهمين بالضبط يعني الشخصيات. احنا عندنا الاسدي وعندنا الببغائي وعندنا النحله اللي هي الحذره والدولفين، صحيح؟ أجاوب على سؤالك ولا نحكي الأربع شخصيات الأول؟ اللي بيساعدك اللي بيساعدك بالجواب الثاني ممكن تبدأ فيه. حلو، أنا بفضل نبدأ نحكي شرح بسيط عن الشخصيات الأربعة. تمام، خلينا نبدأ. أوكي، عندنا أول شيء شخصية الأسد الحذر، آسف الأسد الحازم. بشكل عام ما يميز هاي الشخصية، صاحب هاي الشخصية عنده قدرة على اتخاذ قرارات بشكل أسرع من الآخرين، بحب المخاطرة، بحب المغامرة، شخصية عنده ثقة بقراراته وبحب يتخذ قرارات بشكل سريع. فهي خلينا نحكي الملامح الرئيسية. مثال عليها زي مثلا ممكن نحكي، أنا بحاول أدور على شخص سياسي ما عليه اختلاف كبير. لا احنا في شخصيات اسديه، بس هلا سؤالي انه ممكن تيجي بعض الصفات السلبيه متلازمه مع هاي الشخصيه، مثلا الاندفاعيه احيانا، الغرور مثلا، هل يعني متلازمه بعض الصفات السلبيه لبعض النوع من الشخصيات؟ يعني هاي بيجي معها هاي. تمام، 100% متلازمه، كل الشخصيات فيها سلبيات. انا بحب اسميها كل شخصيه في الوجه الناضج منها والوجه المشوه منها. لما ما افهم شخصيتي وما اطور، ما هي جزء من تطوير الذات انه انا افهم شخصيتي بس كمان احاول احيد السلبيات. الشخص الاسد، خلينا نحكي نبدا بالاسد، الاسد عنده استعداد يكون مشوه انه يكون مثلا عصبي، ما يسمع الناس، يكون قليل الاحساس بالاخرين. نضج الاسد اللي هو يصير مع انه بيتخذ قرارات بشكل سريع ولكن دائما يحط في باله انه انا ما بدي اضر الناس الاخرين. فدائما كل شخصيه رح نحكي عنها رح تلاحظي انه في استعداد يكون اسد مشوه لو ما تربى او اخذ القيم الصحيحه، وفي استعداد يكون اسد ناضج لو تربى وصقل شخصيته. طيب انا بدي اعطيك مجال استاذ احمد انك تكمل الصفات الاخرى لانه معنا اقل من دقيقه، احسن ما نفوت باي موضوع اخر، شو رايك؟ شخصية الببغاء المتفاعل بشكل عام شخصية بتحب، عندها قدرة لكسب الآخرين بشكل سهل. لما يكون واقف في دور مثلا بسوبر ماركت عنده استعداد وسهولة يتعرف على الناس اللي ورا ويتعرف على الناس اللي قدام بشكل بسيط جدا. فلك تتخيل إيش المجالات اللي ممكن تخلي هاي الشخصية تبدع. شخصية النحلة الحذرة شخصية تتميز بالدقة، بحب التفاصيل، بقدرة التخطيط. فالجهة الناضجة منها النحلة هاي لو اشتغلت في مجال تبدع فيه بتبدع في مجال التخطيط، تخطيط المدن وغيره. الجهة المشوهة لها لو اشتغل وصار حرامي راح يكون حرامي شاطر. فهي جهتين لموضوع ناضج ومشوه لنفس الشخصية. ممكن كمان بضيع إذا كان تفاجأ بأشياء معينة، ممكن الناس بيحبوا التخطيط بيحبوش كمان إنهم يكونوا يعني غير مدركين لما يحصل حواليهم، بيحبوا يعرفوا التفاصيل. يعني هاي أمور كثيرة يمكن بدنا تساعدنا فيها بأيام قادمة عشان نقدر يمكن بالتربية شو البيئات اللي ممكن أن نستثمر فيها أو نغذي فيها بعض الشخصيات عشان نأخذ الوجوه الإيجابية يمكن. لكن للأسف الوقت أدركنا. أحمد الأسد مدرب المهارات الحياتية، شكرا لوجودك معنا اليوم، صباح الخير.